تحية مجددة لكل الناس اللي بتتابعنا. وفي آخر فقرة لليوم من برنامج صباحات سودانية، سعداء جدا نكون ضيوف مع برنامج احتضان الأعمال التقنية مع ضيفة سارة كمال، هي منسق البرنامج. صباح الخير عليك سارة. أهلين، صباح النور، كيف الأحوال؟ الحمد لله. بداية عارفينا على فكرة احتضان الأعمال التقنية. تمام. في البداية المنفذ للمشروع هي شركة 249 Startup. هي شركة مهتمة أصلا بريادة الأعمال ورواد الأعمال، إنه تدعمهم دعم سواء كان عن طريق تعليمي تدريب أو سواء عن طريق تكوين علاقات، إيجاد مستثمرين، تمويل وغيره من كل الحاجات اللي بتدعم رواد الأعمال. برنامج احتضان الأعمال التقنية هو برنامج مقدم من بنك التنمية الأفريقي وجامعة فرانكفورت للدراسات الإدارية والمالية بالشراكة مع 249 Startup كجزء منفذ للمشروع اللي هو مشروع برنامج احتضان الأعمال التقنية. إن شاء الله. إن شاء الله. من البرنامج مركز على المجال الزراعي في السودان وإيجاد مشاريع ممكن تكون واعدة لإنها تعبر بالمجال الزراعي في السودان. يعني هي الإيفنت هيكون يوم 28. الافتتاح بتاع البرنامج هيكون يوم 28 إن شاء الله في قاعة الصداقة الساعة 4:30. إن شاء الله. هو هيكون البرنامج شامل لورش ولا أيضا لتقديم المشاريع ولا المشكلات ولا؟ الفكرة بتاعت البرنامج إنه هو مقسم لثلاثة فيزز. الخطوة الأولى فيه وإنه في شهر واحد وشهر اثنين حتكون عبارة عن منتديات حتطرح فيها المشاكل أصلاً بتاعت السودان. حيكون فيها تجمع من الشباب الأصلاً مهتمين بالمجال الزراعي وإيجاد حلول للمجال الزراعي. الخطوة الثانية إنه حيكون في منافسات يعني عشان نقدر في النهاية نطلع بعدد 12 أو 24 مشروع ممكن يخشوا في الخطوة الثالثة اللي هي فترة حاضنة الأعمال اللي هي عبارة عن 6 شهور. الست شهور دي حتكون منفذة من جامعة فرانكفورت للدراسات الإدارية والمالية. آخر خطوة في البرنامج حيكون إنه إيجاد تمويل وتكوين علاقات للشباب اللي أخذوا الفترة بتاعت التدريب ده عشان فعلا يقدروا ينفذوا مشاريعهم على أرض الواقع. يعني هو البرنامج هو سنة كاملة؟ سنة كاملة البرنامج. فقط البرنامج هو بداية لتعريف الناس بالبرنامج يعني؟ أيوة. جميل. إن شاء الله. طيب انتم معناها في مسار معين ماشيين عليه واللي هو المسار الزراعي. المسار الزراعي بالتحديد. طيب أيوة. الفلسفه شنو في اختياره؟ تمام. من اهتمامات البنك ذاته بنك التنميه الافريقيه انه الاهتمام بالمجال الزراعي. تمام. السودان ذاته الاقتصاد بتاعه بيقوم على المجال الزراعي. تمام. عندنا مصادر كثيره شديد بتخلينا انه نكون الدوله الاولى يعني. صحيح. في الانتاج الزراعي. ف الناس دارت تستغل الفترة دي إنه فترة الحكومة الانتقالية، فترة البداية الجديدة عشان نركز على المجال الزراعي عشان نحاول يعني نشارك في الاقتصاد الجديد ممكن يكون كويس إن شاء الله بالنسبة للسودان. إن شاء الله. إن هم الله. في نهاية البرنامج هيكون في 12 مشروع. هيكون في 12 مشروع. إن شاء الله بنهاية البرنامج هيكون في شراكات مع عدد من الممولين وعدد من الشركات الخاصة المشتغلة هنا في المجال بتاع الزراعة. بالإضافة لكده البنك ذاته بنك التنمية الأفريقي حيكون موفر فرص أو موفر تمويل أو نقول قروض اللي بتوفر البنوك about 90,000 دولار للمشاريع الفعل ممكن تكون واعدة عشان تتنفذ إن شاء الله على أرض الواقع. جميل. لكن بعدك حيكون في استشارات من خلالكم يعني؟ إن شاء الله. التخصص ذاته بتاع 249 Startup مرتبط أصلا بالحتة بتاعت الاستشارات، توفير العلاقات، تطوير مهارات الشباب ذاتهم في المجال بتاع البزنس بحيث انه لو مشوا عرضوا الفكره دي على ممولين او خارج السودان يكون فعلا مؤهلين انه هم يقدروا يلقوا تمويل ويقدروا ينفذوا المشاريع بتاعتهم. جميل. طب الورشه التدريبيه حتكون هي طيله العام ولا فقط من خلال البرنامج اللي حيكون في الايفنت؟ الفتره الاولى دي زي ما قلت لك هي عباره عن نقدر نقول عصف ذهني او طرح مشاكل الناس تقدر توجد حلول، لكن الفتره بتاعت الست شهور دي هي فعلا حتكون فتره تدريبيه مكثفه جدا في كل المجالات المتعلقه بالبزنس، سواء اذا تكلمنا عن تحليل السوق، كيف نجد تمويل، الطريقه الصحيحه عشان انا كيف انفذ المشروع بتاعي. في الفتره دي ذاتها حيكون في مستشارين قاعدين، في اساتذه اكاديميين، في ناس من القطاع الخاص، يعني كل الناس اللي ممكن يكونوا مفيدين عشان المشروع المشروع ينجح ان شاء الله. جميل. إن شاء الله. هي دي ما أول بداية بالنسبة لكم؟ هي دي أصلاً سلسلة متواصلة صح؟ سلسلة متواصلة. 249 Startup ذاتها عندها عدد من المشاريع يعني ما بس المشروع بتاع الأعمال التقنية،
في مشاريع تانية متعلقة بإيجاد حلول للحكومة الانتقالية الحالية، هو برنامج منفذ برضو شراكة بين 249 ستارتاب وبي UNDP. في برنامج تاني برضو بس هو عام يعني ما متخصص في مجال معين، هو برنامج أورنج كورنر، برضو فيه شراكة برضو بين 249 والسفارة الهولندية، لكن مفتوح برضو مدته 6 شهور، بيقدم نفس الفرص اللي ممكن تكون مقدمة هنا في البرنامج. طب هو البرنامج زي ما بقول أبوابه فاتحة لكل الشباب اللي ممكن يقدموا ولا خلاص؟ أبوابه فاتحة لكل الشباب والتقديم حاليا فاتح. تقديم حاليا فاتح. في حاجة أخيرة إنه بعد الفترة بتاعت السنة الشباب ديل حيكونوا حيكون عندهم سفرة لساوث كوريا، كوريا الجنوبية، تمام، عشان يقابلوا المستثمرين من الخارج ويقدروا يدخلهم السوق بتاع السودان أو يكونوا شراكات مع بعض عشان ينفذوا مشاريعهم الزراعية. خطة المستقبلية إن شاء الله. أوكي. البرنامج ده أول مرة هسه يتنفذ، تمام. الخطط المستقبلية إن شاء الله في الفترة الجاية إنه البرنامج يكون بسكيل أكبر، بإمكانيات أعلى، بفرص أكثر من كده إذا ربنا سهل إن شاء الله. مرة تانية بس نذكر بالزمان والمكان. تمام. المكان حيكون في قاعة الصداقة، تمام، يوم 28 يناير الساعة 4:30 في قاعة طيب صالح، قاعة الصداقة. إن شاء الله. شكرا لك سارة كمال منسق البرنامج. شكرا لك.